يا بنت طالعة بتطيري العقل. وأبوكي؟ بابا من شوي طلع. كأنه عندك شي، لأنه ما بتتغندري هيك. فريحة، لا تكونوا تصالحتوا وما قلتي لي. شو هالحلاوة دوبري عمتك، شو هالحلاوة، شي بجنن. صحة وهنا يا عمري. يلا يلا كلي كلي كلتوم. تعي يا بنتي كلي لك لقمة. يلا بسرعة، هاي فريحة لابسة ومتغندرة كمان. أنا طالع. وأنا كمان عندي شغل كتير. روحي الله يفتح بوشك يا ضناي. شكرا عمتي. عم آكل وآكل وما عم بعرف إشبع. طلعي فيني شو كل هالزينة والمكياج مشان شو؟ شو أمي شو؟ شو شو أمي؟ ما شفتي نظرات عمتك؟ يا لطيف كأنه رح تصيبك بالعين. ولا أنا عم زودها معك؟ أحكي لشوف أوام. ها؟ أحكي لشوف فريحة. ها؟ فريحة لك يا بنت. حبيبك لساك عم يتوجع، ما هيك؟ كان سهل عليك توقعي القبطان بالفخ، ما هيك فريحة؟ اوعك تلمسني مرة تانية. عيب عليك هالحكي اللي عم تقوله. لا بقى تلعبي. بعد عم بحكي عن القبطان. مانو حابب يترك يلي عم تعيشوه ببلاش، وحابب يدفع ديونكم كلها. شو؟ ليلك حبيبك اجا لعند بابي وبده يدفع الدين تبعكم، وعامله ما عندك علم. لك بعد عن طريقي. صباح الخير. صباح الخير. فريحه صاير لها شيء؟ ها؟ قلت لك فريحه طلعت مستعجله، صاير لها شيء؟ ومين قال لك تيجي تساليني عليها؟ بتعمل هيك؟ أنا طلبت منك مساعدة شي، كيف بتطلب منا إنك تدفع الدين؟ فريحة خلينا نحكي بهذا الموضوع بعدين. ما إلك حق بهيك شي. لو سمحتي مو وقتها. أنت عارفان الوضع اللي حطيتني فيه؟ أنا طلبت منك مصاري شي أو حتى مساعدة؟ رجاءً إذا بدك تحاسبيني حاسبيني بعدين. أنت حتى ولا على بالك اللي عملته فيه. زهرة رجعتي؟ اي والله رجعت يا خديجة. شو في لك زهرة؟ وشك مقلوب وما عم يتفسر؟ لا ما في شي. يي دخيلك يا الله، كنت بدي روح على الصيدلية وجيب مرهم لرضا ونسيت. ليش هاي المرة خلت براسي عقل يا الله؟ انو مرة؟ دخيلك لا تهتمي يا اختي، انسي. انت كمان شو صاير لك؟ ما في شي، خلصت محاضراتي على بكير ورجعت. استغفر الله العظيم. مثل العادة فاتوا لجوا وقعدوا يتوتوا. شو في كمان؟ ها؟ ما في شي امي. طلعي فيني، طلعي بعيوني. بطلع واسأل فوق شو صاير. ها؟ عم قلك شو في؟ شو بدك تسألي يلي فوق؟ ها؟ يا ترى شو بدك تقولي لون؟ يا بنت انت ليش عم ترفعي صوتك؟ هلا عمتك بتسمع وبتجي بتلزق فينا. ايه انت دائما هيك. لا تعلي صوتك فريحه، لا تصرخي فريحه. لا جن جنانة للبنت. يا ربي دخيلك شو اللي عم يصير مع هالبنت. الله يحميها ويوفقها يا رب. دخيلك يا ربي هدي سر لهالبنت. دخيلك دخيلك يا ربي. محمد؟
أمي يا ربي أنا شو بدي لحق للحق؟ ابني شو صاير معك؟ شو صاير؟ أمي شو؟ شو؟ إيه؟ فريحة أنت اللي بعتيها لأمي ما هيك؟ أنت شو عم تقول؟ لك شو اللي عم بيصير؟ خلصنا بقى، لسه الخاتم الخاتم. أمي أنت ليش دخلتي بالقصة؟ مشان خاتم تنا؟ هذا الخاتم اللي عم بتقول عنه إنه هو تنا. طلعي فيني، روحي على الصيدلية وجيبي مرهم لأبوكي. بس فهمني محمد شو بيعمل فيك؟ شو بيعمل فيك؟ على ما بخيلك اركبي. طلع فيني، شو عم يصير معك؟ حاجة أمك عم تضغط علي وأنت لا تقرب مني مرة ثانية. روحي وليه؟ روحي على الصيدلية يلا. يلا نلعب. روحي. قلت لك طلع فيني. إذا مرة تانية بتزعليها لسهر بوعدك إني ما رح أسكت. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.